حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. من شروط الإيمان كما عرف بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر شرط لازم في الإسلام، والإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من واجب أخذ الحيطة والحذر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يأتي بعد الحصول على النتيجة. ومثل هالاعتقاد هو أرحم بالأعصاب، لأن عزي النتيجة الحاصلة إلى القضاء والقدر يحمي الإنسان من شيئين. إذا كانت النتيجة إيجابية يحميه من التلبس بمركبات العجب والغرور، وإن كانت النتيجة سلبية يحميه من الوقوع تحت عقدة الشعور بالذنب والتقصير والتلوم والتحسر. وهم يحكيوا على رجل قليل عايش هو ومرته راضين بحكم الله. نهار من الأيام تزاد له ليت يخلق الله في ملكه ما يشاء. سمعت الناس بحسن جماله وبداوا هادين عليهم، منهم يهني ومنهم يتفرجوا ويتوحدوا للباري فيما خلق وصور. أو كان بين المهنيين واحد بدا يغزر ويتميقل ياكل وليد، ومنها قال: هالمولود هذا مش سايب، هذا ماشي يا اخو بنت سلطان اتولدت البارح. أو سلطان البلاد اتنكر وخرج يعمل في دورة، يلقى محاديث كان على هيك المولود اللي ماشي ياخذ بنت سلطان ويولي سلطان، وزيد هو بيدو اتزادت له البارح بنية، وقالت في قلبه دن تم ماشي دم. تخلى على هيك المرأة والراجل، ومنها قال لهم: لو هالجمال هذا يهون باش يعيش متمرمد هوني. قالوا: بوه من وين يعيش؟ قالوا: اعطيه لي عندي ونعطيك ما يزيك الوالد الولد. كيفاش؟ قالوا: وثم شكون يسلم في كبده؟ قالوا: يا ولدي ما قلتلكش تسلم فيه، اما معاك مش يتمرمد هو ما يهونش، يعيش عندي ونكرمه ونوده، وكيف تكبر ما يرجع لك تياك معروف. وقعد يزاقس فيه من هون لهون حتى طابت نفسه هكا الراجل، عرضت المرأة بكات عيطت غلبها، وعطله ليد للسلطان وخذا من عنده صرة بالمال تغني عاش. وركب السلطان على الحصان والوليد قدامه وشد الثنية. تعدى الواحد نجار شرى من عنده صندوق حط فيها كالوليد، برا ماشي برا ماشي عرضه واد يجري، رمى فيها كالصندوق وتعدى على روحه. وقعد الماء يكركر بهاك الصندوق حتى وصل بيه الساقية. أو ثم راجل فلاح خرج يسرح في الماء، يلقى الصندوق حلو، يلقى الوليد يرضى في صبعه، دخل بيه يجري المرأة بتاعه وفرحوا بيه وربياه وهرطل من الحم. برا يا زمان ويجا يا زمان كبر هكا الوليد. نهار من الأيام السلطان خرج يصطاد في هاك السوايح، شافوا مولا هاك الأرض مشالو وشد فيه باش يدخل معاه المحلو، دخل معاه بشوية وهاك الوليد جاي سلم. غزر له السلطان قال له: ولدك؟ حكى هاك الفلاح قال له: ولد الواد. وحكى له الحكاية بكلها، ورجعت بالسلطان الذاكرة وعرفوا اللي هو هاك الطفل اللي رماه في الواد. غزر لهاك الفلاح وقال له: تو هذا يهون باش يعيش في هالبرة، هذا يزم يعيش عندي في القصر. وقعد في جرته وقعد في جرته حتى طاب خاطره، قال له: يا سيدي يمشي معاك. وجبد السلطان ورقة وكتب فيها اش كتب، وحط عليها الطابع
وقال له هذه تمشي تسبقني للقصر تعطيها للأميرة مرتي. حط الوليد الورقة يجيبه وشد الثانية. برا ماشي برا ماشي تعب طاح عليه الليل يلقى غار خلي كنن فيه. يلقى مرة كبيرة يا وليدي قاتلو أجابك البر لغوال ولهوال برهر روه إذا غار زميم القطعية ولو كان يطرف بيك يقتلك. قال ما نجمش نخرج فيها الليل واللي يعمل ربي صلاح وغلبه راسه ورقد. بشوية جا ولدها زميم القطعية من اللي شافه أجبد السيف وجهبط عليه عرضت لهم وقاتلوا هذه ظلام وهذه قطرة يتمسوا ولا رجع السيف متاعه وتعشى وقعد يغزر في هاك الجمال ومنها تلفت يلقى الورقة مش تطيح من جيبه سلها حلها قراها وإذا فيها مكتوب أمر من السلطان المردو باش اللي يجيب لها هالورقة تقتله. عجب قال صار هو غدر بيه والرجل هذا على غشنه وجبد هاك الكتيبة وقشقشها وما خلى كان الطابع واكتب في بقعتها اللي يجيب لك هالورقة اكتب له صداقه على بنتك وعرس له وطول ورقة ورجع حاله في جيبه. عقب الليل قام هيك الشاب كلا وتحمد وتشكر وشد الثنية للقصر عطى الورقة للعسة دخلوها الأميرة قراتها في الحين بعثت لزوز عدول كتبوا له صداق ودخلوا هكا الولد للحمام كساوة وحضرت الجوقة وحضرت الناس والليلة إن شاء الله الطهور. مغرب المغرب عشوا الناس اتنصبوا المدارات واتنصبت العروسة والعروس هكاكا وسي السلطان لاحق يخصخص بحصانه يلقى ضوء وحركة استعجب ومن هنيدة طول بمرته قال اش قلت تعمل؟ قلت له اللي وصيتني عليه. قال وانا شو وصيتك؟ قلت له كتب لي بالورقة اللي يجيب لك هالورقة اكتب له صديقه وعرس له بالطفلة. ويتشلها السلطان فرد شلهيقة ويصب عين في عين ويطيح كشاكش على فمه فيقوا فيقوا جاء صاحب الحاجة قضى حاجته. البلاد ما تقعش من غير السلطان والديوان حاضر هيا قالوا ما خيش من سيبو جديد وما كملت العوادة كان سي وخينا لابس التاج والنيشان وقاعد على عرش السلطان ويرحمهم كيف قالوا المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. وعلى أمل أن نلتقي بحلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.